أهلا بكم في سلسلة مقاطع الفيديو التعليمية من Equity، حيث سنقوم بتغطية جميع المصطلحات المستخدمة في تداول العملات ومفاهيم التداول. المدرب الذي يتداول بطريقة مدروسة ومستنيرة هو الأفضل. إذا خذ وقتك في التعلم قبل البدء بالخطوة الأولى. لنبدأ الآن. سنقوم في هذا الفيديو التعليمي بشرح النقاط المحورية وكيفية استخدامها في تداول العملات الأجنبية. يمكننا تحديد اتجاه السوق في إطار زمني محدد من خلال النظر للنقاط المحورية. إذا كانت حركة السوق فوق خط المحور فهذا يدل على اتجاه صاعد في السوق، أما إذا كان تحتها فهذا يدل على اتجاه هابط في السوق. النقطة المحورية على إطار زمني يومي على سبيل المثال هي ببساطة متوسط أعلى سعر وأدنى سعر وسعر الإغلاق في اليوم السابق. هذه هي الطريقة التي يتم بها احتساب مستويات الدعم والمقاومة للفترة الحالية. تتكون مستويات البيفوت من المستوى المحوري ومستويين للدعم هما S1 و S2 ومستويين للمقاومة R1 و R2. معظم منصات التداول تقوم بحساب المستويات تلقائيا، أي أنك لن تقوم بصياغتها بنفسك. مع ذلك فإن فهم كيفية حساب هذه المستويات سيكون مفيدا من أجلك. لحساب مستوى الدعم الأول أو S1 هو ناتج عملية تالية: ضعفي نقطة المحور مطروح منه أعلى مستوى وصل إليه السعر في اليوم السابق. ولحساب مستوى الدعم الثاني أو S2 نقطة المحور مطروح منه حاصل أقل مستوى وصل إليه السعر في الفترة السابقة من أعلى مستوى. حساب المقاومة الأول أو R1 ضعفي نقطة المحور مطروح منه أقل مستوى وصل إليه السعر في اليوم السابق. حساب المقاومة الثاني أو R2 نقطة المحور مجموع لها حاصل طرح أقل مستوى وصل إليه السعر في اليوم السابق من أعلى مستوى. النقاط المحورية هي المستويات الهامة للدعم والمقاومة. عندما تتخطى حركة السعر النقطة المحورية تصبح R1 المقاومة العلوية وتتحول النقطة المحورية إلى الدعم، وعندما يتم اختراق R1 تصبح R2 المقاومة العلوية، أما R1 فتتحول إلى الدعم. وبالمثل عندما يتحرك السعر إلى أسفل المستوى المحوري يصبح S1 هو الدعم بينما تصبح النقطة المحورية هي المقاومة، وعندما اختراق S1 يصبح S2 هو الدعم الجديد أما S1 فيتحول إلى المقاومة. ويمكن استخدام النقاط المحورية لتحديد المستويات المحتملة للدعم والمقاومة وكذلك اتجاه السعر، وبالتالي يمكن استخدامها لتحديد كل من نقاط الانعكاس والكسر. تعمل النقاط المحورية دائما كمؤشر ثانوي لحركة الأسعار، لذلك تعمل بشكل أفضل إذا كانت تستخدم مع مؤشرات أخرى والتي ستتعرف عليها في المقاطع الفيديو التعليمية القادمة. شاهدنا باستمرار وتعلم.